مانيش ضد الاستيراد، مانيش ضد الاستيراد، وما نمنع الجزائري من حتى شيء. اللي حبها الجزائري تستورد ليه تجيه. انا طلبت من الجزائريين فقط ان الكماليات نصنعوها احنا، عندنا قدرات، عندنا 150 الف 200 الف جميع راه تخرج كل عام، قادرين يديروا مخابر، قادرين يديروا مصانع، قادرين. واش انا نمشي نستورد المايونيز والكاتشوب وما نعرف واش؟ ما كاينش جزائري قادر يديرها. 600 مليون دولار في هذا الشكل هذا، 600 مليون دولار انا نلوط بها منطقه صناعيه جديده للشباب. ما نستوردش حاجه اللي نكتل بها الجزائري. جزائري عنده انتاج، ما نستوردش نفس الانتاج، لان لكن حطمته راه يدفع الناس البطاله، والاستيراد راه دراهم كبار تخرج، والمرض اللي كان في بعض المستوردين حاشا ما نقولش كل حاشا، ولكن الاستيراد هذا اصبح آفة بالنسبة لتضخيم الفواتير.